بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس 16 من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيدي رحمه الله تعالى، الذي أملاه على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا المجلس منعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر رجب الحرام سنة 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه نستفتح باب الجنابة، خامس أبواب كتاب الطهارة، بعدما تمت لنا بعون الله وتوفيقه الأبواب الأربعة الأول، وآخرها ما انتهينا إليه ليلة الأسبوع المنصرم في آخر أحاديث باب في المذي وغيره. وفي هذا المجلس نتدارس أول أحاديث باب الجنابة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بما فيه من الفوائد والمسائل والأحكام، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله مجلساً عامراً بالخير والبركة والعلم النافع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا أول أحاديث الباب، وهو باب الجنابة، وسيشرع المصنف رحمه الله تعالى الإمام الشارح تقي الدين، سيشرح معنى الجنابة في أول حديثه عن فوائد هذا الحديث. وإيراد الفقهاء رحمهم الله للجنابة وأحكامها ومسائلها في باب الطهارة لتعلقها التام المباشر بطهارة العبد، فإنها حدث أكبر، وكما يتحدثون عن نواقض الطهارة في الحدث الأصغر، فكذلك الحديث عما يتعلق بالجنابة. وأحاديث هذا الباب دائرة بين حكم الجنب وصفة الاغتسال وحكم المني، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تباعا في أحاديث هذا الباب، مما اتفق الشيخان على إخراجه دون غيره من أحاديث الباب التي يتداولها الفقهاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب. اختلف المفسرون في تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء: والجار الجنب، ممن أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في الآية الكريمة. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وأظهر ما يوافق ظاهر اللفظ أنه الجار ذو القرابة بينه وبين جاره قرابة نسب، والجار الأجنبي الذي لا تربطه قرابة نسب، فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب. وأيضا فسر الجار الجنب في الآية بأنه البعيد، البعيد نسبا فيكون أجنبيا، أو البعيد دارا عن دار جاره، كلاهما يراد. وفسر أيضاً الجار الجنب المغاير في الدين، فقيل هو اليهودي والنصراني إن كان جاراً، فهو أيضاً ممن أمر الله تعالى بالإحسان إليهم. هذا أيضاً يعود إلى معنى البعد في كل ذلك: الجار الجنب البعيد داراً، البعيد نسباً، البعيد ديانة، كل ذلك من معنى البعد. قال المصنف: الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب. وقد أنشد أهل اللغة: لا تحرمني نائلا عن جنابة، فإني امرؤ وسط القباب غريب.
لا تحرمني نائلا عن جنابة، يعني بسبب البعد والغربة، فلا تحرمني نوالا وعطية بسبب بعدي وغربتي. ومنه أيضا قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام وأخته: فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. يعني نعم، أبصرت موسى عليه السلام رضيعا وهي تتتبع أثره، فأبصرته من بعد، قال: فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الجنابة دالة على معنى البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنوب. نعم، وأنشدوا أيضا: لا يجتوينا مجاور أبدا ذو رحم أو مجاور جنوب، يعني لا يجد الجار شيئا من الإساءة التي تحمله على البغض لنا، سواء كان جارا ذا رحم أو مجاور جنوب، يعني غريب أجنبي عن الشخص لا تربطه به قرابة نسب ولا رحم. قال: لا يجتوينا مجاور أبدا ذو رحم أو مجاور جنوب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن الشافعي أنه قال: إنما سمي جنوبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل إذا خالط امرأته. قال بعضهم: وكأن هذا ضد للمعنى الأول، كأنه من القرب منها، وهذا لا يلزم، فإن مخالطتها مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما قدمناه. يعني من حمل من الفقهاء كلام الإمام الشافعي أن الجنابة بالاصطلاح الفقهي التي تجب إذا جامع الرجل امرأته، قال: هي من المخالطة، سمي جنوبا من المخالطة. طيب، والمخالطة قرب أو بعد؟ قرب. قال: فكأن هذا ضد للمعنى الأول، لأنه من القرب منها. قال الإمام ابن دقيق العيد: هذا لا يلزم، فإن مخالطتها وهي القرب مؤدية إلى الجنابة التي معناها البعد على ما تقدم ذكره في معنى الجنابة. نعم، قال رحمه الله: وقول أبي هريرة: فانخنست منه، الانخناس الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك من المعنى يقال خنس لازماً ومتعدياً. فمن اللازم ما جاء في الحديث في ذكر الشيطان: فإذا ذكر الله خنس. ومن المتعدي ما جاء في الحديث: وخنس إبهامه، أي قبضها. وقيل إنه يقال أخنسه في المتعدي، ذكره صاحب مجمع البحرين. قال رحمه الله في تفسير أول الكلمات الغريبة في النص، لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. من الجنب؟ أبو هريرة رضي الله عنه. قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. بادئ ذي بدء، ما الذي يتبادر إلى فهمك من معنى فانخنست؟ انصرفت وذهبت، ليس مجرد الذهاب، بل هو ذهاب على تخفي. فانخنست، فأراد أن يشرح المصنف رحمه الله معنى فانخنست مع ذكر الروايات الأخرى الواردة لهذا اللفظ في الرواية. قال: قول أبي هريرة رضي الله عنه: فانخنست، الانخناس الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك من المعنى. إذن فانخنست يعني مضيت مستخفيا عنه. يقال خنس يعني في اللغة يستعمل اللفظ الفعل خنس لازما ومتعديا، وأعطاك شاهدا من الأدلة لهذا ولذاك. أما المتعدي، أما اللازم، فقوله في الحديث: فإذا ذكر الله خنس، والحديث صحيح، صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. يعني إذا ذكر العبد اسم الله خنس الشيطان. خنس هنا فعل لازم لأنه لا مفعول له، ومعنى خنس هنا ولا مختفيا لأنه لا يرى ولا. قال: ومن المتعدي ما جاء في الحديث: وخنس إبهامه، يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا. قال: وخنس الإبهام في الثالثة، أي قبضها.
قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال في الثالثة خنس إبهامه، يعني يشير إلى أن الشهر كما يكون 30 يوما يكون أيضا 29 يوما. فهذا معنى الانخناس. هنا خنس في الحديث جاء لازما أو متعديا؟ متعديا. قال خنس إبهامه فذكر المفعول، إذن فالفعل خنس يأتي لازما ويأتى متعديا، وأتاك بشاهد شرعي لكل من المعنيين. ثم أورد وجها آخر عند أرباب اللغة، قالوا إذا كان متعديا يؤتى بالهمزة فيكون الفعل رباعيا، يعني إذا أردت استعمال الفعل خنس متعديا لابد أن تزيد الهمزة فتقول أخنس، فيكون قولك أخنست إبهامي ولا تقول خنست، لأن المتعدي يحتاج إلى زيادة همز. ونسب هذا إلى صاحب مجمع البحرين، والمراد به الإمام رضي الدين الصاغاني الحنفي الحسن ابن محمد العدوي العمري، حامل لواء اللغة في زمانه. قال الذهبي رحمه الله: ولد سنة 77 و500 وتوفي سنة 50 و600. قال الذهبي: كان شيخاً صالحاً صدوقاً صموتاً عن فضول الكلام، إماماً في اللغة والفقه والحديث. له في اللغة مجمع البحرين 12 مجلداً، والتكملة على الصحاح والعباب الزاخر وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي في هذه اللفظة فانبجست منه بالجيم من الانبجاس، وهو الاندفاع أي اندفعت عنه، ويؤيده قوله في حديث آخر: فانسللت منه. طيب، هذان لفظان آخران للكلمة انبجست وانسللت، وكلها جاءت بها الرواية. قال: وروي في اللفظة فانبجست منه، أخرجها الترمذي وابن السكن. فانبجست من الانبجاس بمعنى الاندفاع، وفي سورة الأعراف: فانبجست منه 12 عينا، يعني تفجرت واندفعت 12 عين، لما ضرب موسى عليه السلام بعصاه، فانبجست منه 12 عينا. قال: ويؤيد معنى الانبجاس وهو الاندفاع، يعني الذهاب بسرعة. يؤيده قوله في الرواية الأخرى في حديث آخر، يقصد في لفظ آخر وليس حديثا مستقلا، فانسللت منه. وأيضا فانسللت، هذا اللفظ أيضا عند البخاري في حديث أبي هريرة جاء في لفظ فانسللت منه. وقد بوب البخاري رحمه الله بعدة تراجم لهذا الحديث، منه باب عرق الجنب، وجاء بلفظ فانخنست، ثم قال: باب الجنب يخرج ويمشي في الأسواق، وأوتى بحديث فانسللت، وهكذا. فهي أيضا من الألفاظ التي ورد بها الحديث. نعم. قال: وروي في هذه اللفظة أيضا فانبخست منه من البخس، وهو النقص. وقد استبعدت هذه الرواية ووجهت على بعدها بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مصاحبته، مع اعتقاده نجاسة نفسه هذا أو معناه. هذه رواية رابعة، روي في اللفظة فانبخست، قال من البخس، وشروه بثمن بخس، يعني ثمن فيه نقص، ولهذا قال: وكانوا فيه من الزاهدين. فالنقص أو البخس بمعنى النقص. قال الإمام تقي الدين رحمه الله: واستبعدت هذه الرواية. قال: ومع كونها مستبعدة فإنها وجهت، يعني على ماذا يحمل قوله فانبخست، يعني بخس نفسه، أي رأى نقصان قدره أن يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصاحبه وهو على جنابه، يعتقد أن الجنابة نجاسة. ولهذا فإن التعليم النبوي جاء في الحديث بماذا؟ إن المؤمن لا ينجس. إذن فاعتقد معنى فصوب النبي صلى الله عليه وسلم له المراد، فقال: إن المؤمن لا ينجس. إذن هذه 4 ألفاظ، رواية الباب فانخنست، ثم أتى بلفظة فانبجست، فتسللت، وهنا فانبخست، هذه 4 ألفاظ. وزاد عليها ابن الملقن رحمه الله في شرحه 4 أخرى فصارت 8. قال رحمه الله:
فانخنست، أتى بالرواية التي هي في الباب ووجهها. قال الثاني: انبجست بنون ثم جيم، ومنه قوله تعالى: فانبجست منه 12 عينا. قال الثالثة: انبخست، التي جاء بها المصنف هنا أخيرا. قال الرابعة: انتجست بالنون بعدها جيم ثم السين، أي اعتقدت نفسي نجسا لا أصلح لمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على تلك الحال. هذه حكاها ابن العربي. قال الخامسة: اختنست بتقديم الخاء، وهي أيضا كالسابقة، وكل هذه الألفاظ أيضا أوردها المحدثون في ذكر ألفاظ الحديث. قال: والرواية السادسة: انبخشت بالباء بعدها خاء ثم شين معجمة. قال ابن التين شارح البخاري: ولا أعلم لها وجها في اللغة، وأغلب الظن إن وردت في روايات الحديث فهي تصحيف. قال السابعة: انتجشت من النجش، وهو الإسراع. قال: بنون ثم مثنات فوقية ثم شين، انتجشت من النجش. قال المنذري: وهو من النجش أي الإسراع. قال الزمخشري: والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. وأما الثامنة: احتبست بحاء ثم تاء ثم باء وسين، معناها حبست نفسي عن مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اللحاق به. فهذه جملة ألفاظ، واقتصر المصنف على ما كان أشهرها، والذي صح منه في الرواية الثلاثة الأول التي هي رواية الباب: فانخنست، وكذلك فانبجست، ورواية البخاري الأخرى: فانسللت. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله كنت جنبا أي كنت ذا جنابة، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد. قال الله تعالى في الجمع: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت جنبا. وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب. طيب، قول أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا، وهو واحد. فجنب مفرد أو جمع؟ هنا للمفرد. قال: إني كنت جنبا. وفي الآية الكريمة في سورة النساء والمائدة: وإن كنتم على الجمع، وإن كنتم جنبا أيضا، فجاءت بنفس اللفظ، باللفظ نفسه جنبا. قال: فيأتي للمفرد وللجمع. ليس هذا فقط، ويستعمل للمذكر والمؤنث بدون تفريق بعلامة التأنيث. واستشهد لذلك بحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت جنبا. والحديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا. وهذا مؤنث. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب. ثم قال في اللغة: وإن كانت لفظة جنب تستخدم للواحد والجمع، وتستخدم للمذكر والمؤنث، فإنه يأتي لفظ الجنب بلفظ التثنية جنبان، ويأتي بجمع المذكر السالم جنبون، ويأتي بجمع التكسير أجناب. كل ذلك صحيح لغة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة. العظيمة وفي نسختنا المعظمة. قال: وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. من فين جاء الاستحباب؟ هو يقول: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال المصنف رحمه الله: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. من أين أخذ الاستحباب؟ لا، خلي الإنكار الآن. يقول أبو هريرة: فكرهت أن أجالسك. قال المصنف: يقتضي استحباب. يعني هل الكراهة تقتضي الاستحباب؟ هو كره ماذا؟ كره المجالسة للنبي عليه الصلاة والسلام بغير طهارة. ومجالسة النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك من الأمور
المعظمة، قال: فاستفدنا من ذلك استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. إذن هذا لا يتم إلا إذا كانت كراهة الشيء تدل على استحباب خلافه. وهل هذا صحيح؟ أي، فهذا لا يتم استقلالاً في الاستدلال، لا يتم الاستدلال بكراهة الشيء على استحباب خلافه، وإلا لكانت كل الأمور المكروهة أضدادها مستحبة. قال رحمه الله: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. نعم. قال: فكرهت أن، قال: وقوله فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل بقوله إن المؤمن لا ينجس، لا ردًا لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نظر. طيب، أورد الاستدلال والمناقشة ثم قال: وفي هذا نظر. قال: يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور المعظمة، وعرفنا وجه هذا الاستدلال. ثم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، لا رد لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة. لأن أبو هريرة إيش قال؟ قال: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ما قال له: لا تكره مجالستي على غير طهارة. قال: لا، من قال لك أنك نجس؟ فإذا هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام جملة أبي هريرة في كراهية مجالسته على غير طهارة؟ بلى، ظاهر ذلك الإقرار، ما تعقبه. هو قال له: انتبه يا أبا هريرة، أنت لست نجسا، المؤمن لا ينجس. لكن هل ناقشه في مسألة كرهت أن أجالسك وأنا غير طهارة؟ ما تطرق للكراهة، قال له: أنت غير نجس. قال: إن المؤمن لا ينجس. قالوا: فهذا تقرير أو إقرار. لما قال أبو هريرة: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، ما قال له: يا أبا هريرة لا، الكراهة هنا غير صحيحة، ولا قال له: ما يكره. قال: لا، أنت غير نجس، وبالتالي فلا وجه لإيراد الكراهة لأنه لم يصادف محله، فكأنه تقرير لقوله كرهت أن أجالسك. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهارة لم تزل، يعني ما زالت باقية بقوله إن المؤمن لا ينجس، لا رد لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملابسته، يعني لمجالسته صلى الله عليه وسلم. فهمت وجه الاستدلال؟ طيب، ثم قال المصنف: وفي هذا نظر. وفي هذا نظر، إذا لما قال كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، كأنه قال له: أنت على طهارة فجالسني. فإذا مجالسته بطهارة أمر مستحب، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كره أن لا يكون على طهارة، ولم يناقشه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. قال: وفي هذا نظر، لك أن توجه هذا النظر بأحد أمرين. الأول، طريقة الاستدلال التي ناقشناها قبل قليل، لأنه بنى الاستحباب على ماذا؟ على كراهة ضده. قال: فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، وهذا لا يتم إلا إذا كانت كراهية الشيء تدل على استحباب خلافه وفيه ما فيه. أو تقول: طب إذا كان هذا لا يتم، فإنه يعني النظر الثاني ما هو في الاستدلال؟ أبو هريرة رضي الله عنه ماذا كره؟ مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة. والمصنف ذكر عن الفقهاء استحباب إيش؟ ما قال استحباب الطهارة لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يمكن أن يؤخذ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، صح؟ لا، مو صح. الذي يؤخذ من كلام أبو هريرة ليس الحكم الشرعي. فلما أقول الذي يؤخذ من كراهية مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة، ليس مأخوذا من كلام أبي هريرة، مأخوذ مما؟ أيوة، هذا هو من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه واحدة. فلما كانت الكراهة لأن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهارة، الفقهاء أخذوا معنى أوسع، فقال استحباب الطهارة، ما قالوا لمجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، لإيش؟ في ملابسة الأمور المعظمة. فما الذي حصل؟ نعم، هو إلحاق، هو قياس.
فإذا كانت مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام تستحب لها الطهارة لأي معنى؟ لتعظيم المقام، فكذلك الأمور المعظمة تستحب لها الطهارة إلحاقا لها. وهنا نظر آخر، لأنه قد يقال بالفارق بين الفرع والأصل، فاستحباب مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام على طهارة إن سلمنا وجه الاستدلال المأخوذ فقد يناقش في مسألة إلحاق غيره به بداعي أو بمعنى الأمر المعظم، وهذا أيضا قال المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة. من اعتقاد؟ تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس بالجنابة. نعم، وعندنا باللام تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس من الجنابة. طيب، سبحان الله كلمة تعجب، وتأتي في كلام نبي الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق التعجب حتى عرف هذا عنه، إذا تعجب من أمر سبح الله تنزيها لله وذكرا لله وربطا لسائر أحواله صلى الله عليه وآله وسلم بذكره لربه عز وجل، فإن أتاه أمر يسره حمد الله، وإن تعجب من شيء سبح الله، وإن عظم الله في قلبه كبر، وهكذا. قال: تعجب من اعتقاد أبي هريرة. إذن جاء هذا جوابا وفي سياق ما سمع من أبي هريرة. أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فتعجب صلى الله عليه وسلم من جوابه فقال: سبحان الله. ما قال أبو هريرة: فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشراح قالوا: قوله سبحان الله تعجب، لأن هذا كما قلت لك معهود من صنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا تعجب سبح الله. قال: تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس من الجنابة. السؤال: هل اعتقد أبو هريرة التنجس من الجنابة؟ إيش قال أبو هريرة؟ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هل هذا يساوي وأنا على نجاسة؟ يعني ضد الطهارة النجاسة؟ الحدث. إذن يمكن أن تقول الأدق أن تقول من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للحدث. ثم قد يقول قائل: لكن ألم نذكر من ألفاظ الرواية فانتجست؟ صح؟ فإذا يدل على معنى النجس. أبو هريرة رضي الله عنه هل اعتقد النجاسة وبالتالي استعظم أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام على الجنابة، أو هو لا يقول بالنجاسة أو لا يعتقدها لكنه يدرك أنها خلاف الطهارة، أنها حدث، فنزه مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يكون محدثا وانتظر حتى يطهر؟ هذا وارد وهذا وارد. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال: تعجب من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس. ثم قال الشراح: هذا ليس مستبعدا، خصوصا لو لاحظنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه متأخر إسلامه، وإذا تأخر إسلامه فيمكن أن يكون واردا أن يظن في هذا التوقيت الذي سمع فيه الحديث أن يظن أن الطهارة، أن الجنابة نجاسة، فظن ذلك فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يبين له المعنى بقوله: إن المؤمن لا ينجس. فعلى كل حال، سبحان الله تعجب، سواء قلت من اعتقاد أبي هريرة رضي الله عنه للتنجس، أو قلت من اعتقاده من عدم الطهارة. طب السؤال: أليست الجنابة عدم طهارة؟ الجواب: بلى. إذن أبو هريرة رضي الله عنه موضع التعجب منه إما أن يكون اعتقاده أن الحدث لا يصلح معه مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا مال الشارح إلى أن يكون اعتقاد أبي هريرة هو النجاسة؟ أيوة، إجابة النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، فنفى عنه ما علم أنه توهمه، فلهذا قال: اعتقاد أبي هريرة للتنجس من الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إن المؤمن لا ينجس
يقال نجس ونجس يقال نجس ونجس بالفتح والضم. طيب هذا هذه فائدة لغوية، نجس ونجس، وأنت تعلم أن الثلاثي إذا ضمت عينه فإنه يدل على أفعال الطبائع كما تقول حسن وقبح، فنجس كأنه لما كان من شأن البشر أنه لا يزال محتاجاً إلى المطهرات جاءت الصيغة نجس. ذكر المصنف رحمه الله صيغتين، فتح الجيم وضمها نجس ونجس، ينجس بالفتح والضم، فجعل المضارع منه مضموم العين سواء فتحته في الماضي أو ضممته، نجس ونجس والمضارع ينجس. والذي ذكره غيره أن قوله نجس الشيء نجس بالكسر ينجس في المضارع، وإذا استخدمت في الماضي الضم نجس تقول ينجس، هكذا ذكره القرطبي. وقال النووي رحمه الله يقال بضم الجيم وفتحها لغتان، يعني نجس ونجس. وأورد القرطبي نجس الشيء ينجس، وفي الماضي قال النووي لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها. قال فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، يعني نجس ينجس. قال ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا، نجس ينجس. قال هذا قياس مضطرد معروف عند أهل العربية إلا حروفا مستثناة من المكسور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. ما وجه الاستدلال؟ قال إن المؤمن لا ينجس، قال استدل على طهارة الميت من بني آدم. الحديث ما قال ميت، المؤمن، فما وجه العموم؟ حيا كان أو ميتا. طيب هو قال المؤمن ما قال بني آدم، أي المؤمن، المؤمن يعني ما يدخل الكافر. طب يقول دل على طهارة الميت من بني آدم المؤمن، ولا الميت عموما؟ المؤمن يشمل بني آدم، مؤمن وكافر. المصنف يقول استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم، فأخرج شيئين، أخرج شيئين، أخرج الكافر وأخرج الميت من الجن، صح؟ طيب الحديث يقول إن المؤمن لا ينجس، يشمل مؤمن الإنس والجن ولا مؤمن الإنس فقط؟ إخوانكم من الجن الحديث يشملهم أو لا يشملهم؟ كيف لا يشملهم؟ إن المؤمن، نعم إنسا وجنا، الحديث يشملهم بعمومه. طيب الحديث يشمل المسلم والكافر؟ لا. طيب إذن هل يؤخذ من مفهوم الحديث أن الكافر نجس؟ قال إن المؤمن لا ينجس، ما مفهوم المخالفة؟ أن الكافر ينجس. هذا أي نوع من أنواع مفاهيم المخالفة؟ لا، الصفة إذا كان فيه موصوف وصفة، هذا مفهوم اللقب، وهو أضعف أنواع مفهوم المخالفة، ولهذا لم يقولوا به في الحديث، فلا يستدل بالحديث على نجاسة الكافر. ليش؟ لأن مفهوم المخالفة هنا مبناه على مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس حجة عند الجماهير، بل من قال به بالاحتجاج به عد قوله شاذا. مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة غير معتبر، ليس حجة عند الكافة، وبالتالي فقوله إن المؤمن لا ينجس لا مفهوم له. نعم يمكن أن تقول شيء واحد، هو تخصيص المؤمن لفضيلته بإيمانه بهذا الحكم، لكن هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ الجواب لا. طيب ما عداه من أين نأخذ حكمه؟ من أدلة أخرى فابحث عنها، لكن الحديث لا يدل عليها، واضح؟ إذن إن المؤمن عموم يشمل ماذا؟ أي ويشمل الإنس والجن والحي والميت، فالمؤمن حيا كان أو ميتا، إنسيا كان أو جنيا طاهر. المصنف ماذا قال؟ قال استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم. طبعا أما قوله بني آدم فليس إخراجا للجن، لكن الكلام لما كان في سياق ذلك أورده لأنه مقام الحديث، وإلا فهو أعم من ذلك. يبقى الكلام، طيب
وابن آدم عموما مسلما كان أو كافرا، قال وهي مسألة مختلف فيها، يعني في طهارة الميت مسلما كان أو كافرا. طيب ما وجه هذا الخلاف؟ لأن غير الإنسان إن كان ميتا فالحيوان ينجس بالميتة، طيب فما بال ابن آدم وهو روح مثل الحيوان وفيه دم واحتباس نفس مثل البهائم والحيوانات، فهل يحكم عليه بالنجاسة؟ قال المصنف فيه خلاف، ألسنا نغسل الميت إذا مات؟ فهل هذا دلالة على نجاسته التي تحتاج إلى تطهير؟ فلا تدفنه إلا إذا غسلته. هذا وجه عند من يقول به، فإن هي مسألة محل خلاف. نعم. قال وقد استدل بالحديث على طهارة الميت من بني آدم وهي مسألة مختلف فيها، والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس. الحديث دل بمنطوقه من فين؟ إن المؤمن لا ينجس. نعم. قال والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس، فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، والمشهور التعميم. ثلاثة أقوال يا كرام في المسألة في حكم نجاسة أو طهارة بني آدم بعد الموت. القول الأول أن ابن آدم ينجس بالموت ولذلك يغسل، فكان غسله تطهيرا أو طهارة له. القول الثاني أنه نجس والغسل لا يطهره بل هو مجرد تعبد. والقول الثالث الذي هو أظهر الأقوال وهو الذي عليه الجماهير أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر لعدم الأدلة على خلافه، إلا ما استدل به على عمومات تحريم أكل الميتة والقياس على نجاسة الميتة، وكل ذلك ليس بظاهر. وعندئذ قال المصنف فمنهم من خص هذه الفضيلة بالمؤمن، أي فضيلة طهارته حيا وميتا. قال والمشهور التعميم. تعميم إيش؟ تعميم الفضيلة هذه وهي الحكم بطهارة الميت للمؤمن وغير المؤمن. فإذا قيل لكن الحديث نص على المؤمن قيل لا مفهوم له، وإنما ذكره لأنه يكلم أبا هريرة رضي الله عنه. طيب قلت قبل قليل فإذا غير المؤمن لم يذكره الحديث فما حكمه؟ تبحث له عن دليل آخر، وإذا بحثت عن دليل آخر عدت إلى العمومات أو إلى الأصول المقررة، والأصل المقرر طهارة بني آدم لعدم قيام الدليل على نجاسته. فالأصل في الأشياء الطهارة أو النجاسة طهارة، فإذا ما قام الدليل منتهضا على النجاسة وإلا بقي على أصله، فلذلك حكم بالطهارة على القول الذي رجحه الجماهير خلافا لما سيذكره بشأن المشرك خاصة في المسألة الآتية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب قبل أن ننتقل إلى مسألة طهارة المشرك نجاسته، في مسألة المؤمن الميت وتقدم لك فيه الخلاف هل هو نجس ويطهر بالغسل أو الغسل تعبد أو هو طاهر والغسل عبادة أمرنا بها إكراما للميت، يقول ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا. قال فأما الحي فهو إجماع، فأما الحي فهو إجماع، ثم قال وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، أي ميت المسلم. قال وللشافعي فيه قولان أصحهما طهارته، وصححه القاضي عياض في كتاب الجنائز ولهذا غسل، وللحديث المذكور، وذكر البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا معلق وأورده ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. قال ورواه الحاكم في المستدرك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، وافقه الذهبي أيضا على تصحيح الحديث. ثم قال صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الحافظ ضياء الدين المقدسي إسناده عندي على شرط الصحيح. فإذا الترجيح هنا على طهارة المؤمن حياً
أو ميتا، والقول بنجاسته بالموت قول خلاف الذي رجحه العلماء، وهو قول من الأقوال ينبغي النظر إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب، فإذا كان نجسا في حال حياته فبعد موته إن لم يكن أولى فهو مثله. طيب، فهم يقررون أولا نجاسته حال الحياة، لم يستدلوا بالحديث، ليش؟ لأنه ظاهرية، والظاهرية ما يقولون بالمفاهيم ولا يقولون أيضا بالقياس، فأخذوا بنص المنطوق في آية التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب، حتى تفهم طريقة الاستعمال في الدلالات، فلو وافق أحد من غير الظاهرية مذهبهم في القول بنجاسة المشرك فاستدل بالآية، هل يتم له الاستدلال بمفهوم الحديث؟ أيوة، فهمت أنه مفهوم لقب، وهو من أضعف الأنواع التي لا يقول بها إلا من شذ من المذاهب. فإذا بقينا في الآية، وظاهرها على ماذا يدل؟ على النجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أورد الطبري رحمه الله في الآية وجهين، قال كان نقل عن قتادة وغيره أنهم يجنبون ولا يغتسلون، فلهذا كانوا نجسا. وقيل القول الثاني أنه نجاسته نجاسة عين كالخنزير والكلب. قال: روي عن ابن عباس: من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. يعني لم يصح عنده الطريق فأضرب عنه ذكرا رحمه الله تعالى في تفسيره. وقيل نجاسته نجاسة قلب، أي خبث معتقده. اسمع إلى ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، قال: وأما نجاسة بدنه يعني الكافر، فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات. الجمهور ليس على أنه بنجس البدن والذات، قال: لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. إيش يعني؟ أليس يباشر الطعام والذبح بيده والطبخ بيده؟ فلو كان نجسا ما صح لك إلا بتطهير ما تتناوله منه. قال: وذهب بعض الظاهرية، والكلام لابن كثير رحمه الله، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن البصري: من صافحهم فليتوضأ. فأورد هذا على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. يقول الشيخ السعدي رحمه الله أيضا في تفسير الآية: وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله أباح طعام أهل الكتاب، أباح وطأ الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصابه منها. قال: والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا إن لم يستقم لنا من الآية الاستدلال على نجاسة المشرك ولم يصح في الحديث، فبقينا على الأصل وهو الطهارة. فإذا المشرك حال حياته طاهر، وفهمت مراد الآية أنها نجاسة معنوية، نجاسة قلبية، نجاسة خبث الكفر في المعتقد والأعمال، لكن ليست نجاسة البدن. ولهذا من مس كافرا أو صافحه لا يؤمر بالوضوء ولا بغسل يده، كما لو أصابت يده نجاسة بول ونحوها فيقال اغسل يدك، فلهذا دل على الطهارة. فإذا مات فهو أيضا على الأصل. فرجعنا إلى أن وجه الأمر بغسل الميت المؤمن بعد موته ليس لإزالة النجاسة عنه، بل للتعبد أو لإكرامه، فإنها نوع من التطهير الذي أمر الله به المسلمين أحياء وأمواتا. ولهذا أيضا فإن ابن الملقن رحمه الله لما نقل ما سمعت قبل قليل في مسألة نجاسة المسلم حيا وميتا قال: وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم. قال: هذا مذهبنا، يعني
الشافعية، ومذهب الجماهير من السلف والخلف. قال: وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. قال: أو المراد، المعنى الذي أورده الطبري عن قتادة، المراد أنهم لا ينفكون عن النجاسة بعدم تحرزهم منها. والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس في حال حياته، أخذاً بظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ويقال للشيء أن إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس، ويقال فيه أنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. هذا مهم لتحرير المعنى. أنت لما تقول هذا ثوب نجس، وهذا مكان نجس، وهذا فراش نجس، أنت إيش تقصد؟ تقصد أن عينه نجسة أو أنه طاهر أصابته نجاسة؟ طيب، أخذتم المعنى الثاني مباشرة، مع أن المعنى الحقيقي ما هو؟ عندما تصف شيئا بالنجاسة، توصف العين بالنجاسة، فإن النجاسة ترتبط بحقيقتها وعينها. بينما قلتم كلكم الثوب والسجادة والمكان طاهر وأصابته نجاسة. طيب ما الفرق؟ الفرق إذا قلت إن هذا الشيء نجس فأنت حكمت بنجاسة عينه وذاته، وهذه نجاسة عينية. وإذا قلت هو طاهر أصابته نجاسة، هذه نجاسة حكمية، والفرق جوهري حتى في الحكم الشرعي المتعلق بها. فالنجاسة العينية لا تطهر أبدا كنجاسة البول أكرمك الله، والغائط هذه نجاسة عينية. يعني لو صببت على البول أو الغائط أكرمك الله قلتين من الماء ما يطهر، هو نجس. لكن لو جئت لثوب أصابته نجاسة فغسلته فزالت النجاسة وأثرها، فإن هذا تطهير له. هذا الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. النجاسة العينية لا تطهير لها، والنجاسة الحكمية تطهر. طيب نعود إلى المسألة. حكمنا على الشيء بأنه نجس هو حكم بتنجيس عينه أو بطهارة عينه ووصفه بملابسة النجاسة؟ قال رحمه الله: يقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، كما تقول بول، تقول البول نجس. ويقال أيضا إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له، تقول هذا ثوب نجس. إذن فهمت بين قولك هذا بول نجس وهذا ثوب نجس؟ فهمت؟ النوع الأول نجاسة عينية، والثاني نجاسة حكمية. ممتاز. طب لما قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، هو ينفي عنه النجاسة العينية أو الحكمية؟ ليش حملتم الآن على المعنى الأول؟ يا أخي أثبتوا، إما في النفي والإثبات تحملوها على أحد المعنيين أو تعمموها في الاثنين. أيوة شفت؟ لأن النجاسة الحكمية تقع من المسلم أو لا تقع؟ كيف يعني؟ نعم، يخرج منه نجاسة، يبقى على بدنه شيء من أثر النجاسة. ألا تقول هذا فلان نجس؟ أو إيش تقصد؟ أن عليه نجاسة، فأصابت يده نجاسة أو بدنه أو جزء من جسده. إذن لما تقول إن المؤمن لا ينجس حملته على إيش؟ حملته على النجاسة العينية، لأنه نفى عنه التنجيس العيني. إذا فهمت هذا فافهم ما سيقول المصنف بعد قليل. ويقال للشيء، قال: ويقال للشيء إنه نجس بمعنى أن عينه نجسة، ويقال فيه إنه نجس بمعنى أنه متنجس بإصابة النجاسة له. ويجب أن يحمل على المعنى الأول، وهو أن عينه لا تصير نجسة لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة له، فلا ينفي ذلك. طيب إذن هذا هو، لماذا قلنا إنه في حديث إن المؤمن لا ينجس؟ قال: يجب أن يحمل على المعنى الأول، وهو أن عينه لا تصير نجسة. إذن نفي لماذا؟ نفي للنجاسة العينية،
ليش؟ قال لأن النجاسة الحكمية يمكن أن تقع، لأنه يمكن أن يتنجس بإصابة النجاسة فلا ينفى ذلك، فيجب حمل الحديث بأن المراد أن المؤمن ذاته لا تصير نجسا. إذن هو نفي للنجاسة العينية، لا أنه لا تصيبه النجاسة. هذه النجاسة الحكمية تقع لأنها تصيبه ضرورة، فلا يصح حمل النفي على إصابة النجاسة لبدنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجساً أم لا؟ شوف الاختلاف في ماذا؟ الثوب إذا أصابته نجاسة نجس ولا طاهر؟ نجس، يجب تطهيره أو لا يجب؟ يجب. أين الخلاف؟ قال اختلفوا في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجساً أم لا؟ إيش يقصد؟ أيوة، هل يحكم عليه بالنجاسة العينية؟ الثوب إذا أصابته نجاسة هل هو نجاسة عينية يعني يصبح كالبول أكرمك الله سواء بسواء؟ قال اختلف الفقهاء في أن الثوب إذا أصابته نجاسة هل يكون نجسا أم لا، يعني هل تكون عين الثوب متنجسة؟ لأنه لا خلاف أنه أصابته نجاسة، إنما الخلاف هل تصبح عينه نجسة أو لا. نعم، فمنهم قال: فمنهم من ذهب إلى أنه نجس، وأن اتصال النجس بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر. أنه نجس، قالوا الثوب إذا أصابته نجاسة انقلبت عينه نجسة. ليش؟ قال لأن اتصال النجاسة به تنجسه، فعندئذ يكون الثوب نجسا. نعم، قال لأن اتصال النجاسة مثل اتصال البول بالثوب الطاهر، اتصال النجاسة بالطاهر موجب لنجاسة الطاهر. مرة أخرى، ليس الخلاف في أن الثوب أصابته نجاسة، الخلاف هل تصبح عين الثوب نجسة، هذا محل الخلاف. ومنهم من ذهب قال: ومنهم من ذهب إلى أن الثوب طاهر في نفسه، وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة بمجاورة النجاسة. هذا الذي عليه الجماهير، أن الثوب عينه لا تنجس، هو طاهر في نفسه، إنما هي نجاسة حكمية. قال: وإنما يمتنع استصحابه في الصلاة لمجاورة النجاسة. طيب السؤال، هل الخلاف لفظي؟ هل الخلاف لفظي؟ لفظي، إلا أن يوجد قائل أن الثوب إذا أصابته النجاسة تصير ذاته نجسة، بعدين إيش يترتب على هذا؟ لا سبيل لتطهيره، هذا واحد. واثنين، إذا اتصل به ثوب طاهر صار متنجسا بسببه. إذا وجد من يقول بهذا القول أن عين الثوب تكون نجسة بمعنى أنه لا يطهر كالبول، وأنه لو أصاب شيئا طاهرا آخر تنجس به، فإذا وجد من يقول بهذا القول لن يكون الخلاف لفظيا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة. طيب، هذا الخلاف اللي في مسألة الثوب رجعنا إلى الاستدلال له من الحديث. الحديث قال: إن المؤمن لا ينجس. نجاسة حقيقية قلنا، ولا نجاسة يعني عينية ولا حكمية؟ لا ينجس، نجاسة عينية. قال: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس نجاسة عينية، فمثله الثوب إذا أصابته نجاسة أيضا لا ينجس نجاسة عينية. فإذا أصاب الثوب نجاسة وصفناه بالنجس نجاسة حكمية كالبدن، لأن الحديث تكلم. فإذا قال قائل الحديث تكلم عن البدن فما علاقة الثوب، قلنا هذا مثله لاتحادهما في مأخذ الحكم من حيث الطهارة والنجاسة. الحديث تكلم عن البدن فالثوب مثله. نعم، فلهذا القائل قال: فلهذا القائل أن يقول، أي قائل؟ بالقول الثاني، أن نجاسة الثوب تكون نجاسة حكمية. نعم، قال: فلهذا القائل أن يقول: دل الحديث على أن المؤمن لا ينجس، ومقتضاه أن بدنه لا يتصف بالنجاسة، وهذا يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له فيكون طاهرا، وإذا ثبت ذلك في البدن ثبت في الثوب، لأنه لا قائل بالفرق. نعم، يعني التسوية بين البدن والثوب من حيث اتحاد المأخذ كما قلت لك، فيكون الثوب طاهرا في ذاته نجسا في حكمه، فأصابته النجاسة بهذا المعنى. نعم،
قال أو يقول هذا وجه استدلال ثاني لمن يرجح أن نجاسة الثوب إذا أصابته نجاسة تكون نجاسة حكمية. الأول إلحاقه بالبدن، والبدن جاء النص فيه أين؟ إن المؤمن لا ينجس، يعني لا ينجس نجاسة عينية، فكذلك الثوب، هذا وجه استدلال. والثاني قال أو يقول البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس وعلى ما لحظة، البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وجاء الحديث نصا في مورد النزاع فيما يتعلق بالبدن، خلاص قال وقد دل الحديث على أنه غير نجس، منطوقا أو مفهوما؟ منطوقا صريحا، أي إن المؤمن لا ينجس. طيب نحن نتكلم عن البدن ولا على الثوب؟ البدن. قال إذا كان البدن من مواضع النزاع وجاء النص فيه فالثوب مثله لا فرق. السؤال هل هذا وجه استدلال مغاير للأول أو هو هو باختلاف العبارة؟ الحق أنه هو هو، يعني هو إلحاق للبدن بالثوب، فليش قال المصنف أو يقول؟ فكأنه يعني يدل على أنه وجه ثاني في طريقة الاستدلال أو في ذكره، لكن الصنعاني رحمه الله قال وهذا ليس بجواب مغاير للأول بل هو الجواب الأول إنما اختلفت العبارة. قال وكثيرا ما يصنع المحققون هذا فيقولون وبعبارة أخرى، وليس المقصود وجها ثانيا من الاستدلال. نعم. قال رحمه الله أو يقول البدن إذا أصابته النجاسة من مواضع النزاع، وقد دل الحديث على أنه غير نجس وعلى ما قدمناه من أن الواجب حمله على نجاسة العين، يحصل الجواب عن هذا الكلام. نعم، لما قلنا الواجب حمله على نجاسة العين، ليش قلنا الواجب حمله على نجاسة العين؟ لأن نجاسة الحكم ليست منتفية وهي واقعة لا محالة بالضرورة، فبالتالي لا محل لحمل اللفظ إلا على النجاسة العينية، إن المؤمن لا ينجس. نعم. قال وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف. طيب وقد يدعى أن قولنا الشيء نجس حقيقة في نجاسة العين، تقول الثوب نجس، الفراش نجس، فهذا الوصف كما قلنا هو حقيقة في العين أم في الحكم؟ لا، حقيقة في إيش؟ حقيقة في العين. أنت تصف الثوب تقول نجس، كأنك تقول البول نجس، فيبقى ظاهر الحديث إن المؤمن لا ينجس على العين أو على الحكم؟ على العين. فيبقى ظاهر الحديث دالا على أن عين المؤمن لا تنجس فتخرج عنه حالة النجاسة الحكمية، حالة التنجس التي هي ماذا لو أصاب البدن نجاسة، هل يقال المؤمن ينجس؟ قال فتخرج عنه حالة التنجس التي هي محل الخلاف، يعني حالة ملابسة النجاسة. فهذا عندئذ قد تقول هذا ممكن، فاستدرك الصنعاني رحمه الله فقال ولا يخفى أن هذا إخراج للحديث عما سيق له. لأي شيء سيق الحديث؟ ظن أبي هريرة رضي الله عنه نجاسة بدنه أو نجاسة عينه؟ أبو هريرة ماذا ظن؟ نجاسة بدنه. قال هذا إخراج للحديث عما سيق له وعن الإفادة المرادة، لأن الصحابي ظن أن طروء النجاسة على بدنه صيرته نجسا، فكيف يكون الجواب بأن ذات المؤمن ليست نجسة؟ فهذا غير محل ظن الصحابي ولا يصح أن يكون من أسلوب الحكيم، فما له ها هنا مناسبة. ثم ذكر الفائدة التي مرت في صدر الحديث، قال واعلم أن هنا بحثا، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد بقوله وأنا على غير طهارة أي محدث حدثا يوجب الغسل، لا أن مراده وأنا متنجس، إذ النجاسة في الجنب إنما هي حيث جعلها الله، فكان حق الجواب أن يقال الحدث لا يمنع من المجالسة، لا أن يقال له المؤمن لا ينجس. قال والجواب عن هذا أن يقال أبو هريرة رضي الله عنه في صدر الإسلام
في صدر إسلامه ليس في صدر تاريخ الإسلام، لأنه أسلم متأخرا رضي الله عنه. قال: ولا يبعد أن يظن أن الجنابة توجب نجاسة البدن كله، ولذا أمر بغسله، كما ظنت عائشة رضي الله عنها أن الحيض يمنع عن مناولته صلى الله عليه وسلم الخمرة، حتى قال لها: إن حيضتك ليست في يدك، وهي حالة إصابة النجاسة البدن الذي هو محل ورود البحث. انتهى كلامه رحمه الله، وانتهى كلام الشارح فيما يتعلق بهذا الحديث. هذا الحديث يا مشايخ هو أنموذج للتعمق والنظر في دلالة اللفظ وكيف يتعامل معه الفقهاء، مع أنه لم يتجاوز جملة واحدة: إن المؤمن لا ينجس. ثم تطرقنا إلى نجاسة العين ونجاسة الحكم، ثم ألحاق البدن الثوب بالبدن، واستمزيل الحديث على أي المعاني، وقول أبي هريرة: كرهت أن أجالسك، كيف استدل به على استحباب الطهارة لملابسة الأمور المعظمة، وأمثال ذلك كله. هذا الحديث يعني في تطبيقاته الأصولية في الألفاظ التي جاء بها ليس فيها أكثر من هذه الجملة التي تناول كلام الشارح رحمه الله عز وجل كل ما يتعلق بها، مع الفوائد التي تقدم نقلها عن الأئمة كابن كثير والسعدي أو الإمام الطبري وغيره وابن الملقن رحم الله الجميع. من الفوائد أيضا ما ذكره ابن الملقن في مسألة نجاسة المشرك، قال رحمه الله: وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته أخذا بالآية. قال: وعزاه القرطبي إلى الشافعي وغيره وهو غريب، ونقل عن مالك وغيره طهارته، ونقل عن بعض المتأخرين أن الخلاف في طهارة الميت ونجاسته هي في المسلم دون الكافر، فإنهم متفقون على نجاسة الكافر. قال: وهو قول حسن لمفهوم الحديث السالف. قال ابن الملقن رحمه الله: قلت: وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه طاهران، سواء كان محدثا أو جنبا أو نفسا، وهذا كله بإجماع المسلمين. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة. ثم قال رحمه الله: وخالف ابن حزم الإجماع، فادعى نجاسة عرق الكافر عملا بالآية السالفة. أي آية؟ إنما المشركون نجس. قال: وقد أسلفنا الجواب عنها. وقال القرطبي رحمه الله: هنا يقتبس من الحديث أن من صدق عليه اسم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وأما طهارة الآدمي مطلقا فلا ينازع بوجه. قال ابن الملقن: قلت: طهارة المسلم منتزعة من الرواية التي أسلفناها، ومن قال بطهارة الكافر قد يجيبون بأن الحديث خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقد تقدم في الكلام: وإذا تكلفنا القول بالمفهوم فهو مفهوم ضعيف مردود، مفهوم لقب. قال: واعلم أن ابن العربي نقل الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت، والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أحياء في قبورهم، فتنبه له. يعني تحرير لمحل النزاع، حتى إذا أردنا مناقشة الخلاف في طهارة المسلم الميت فيخرج عن هذا الشهداء والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. تم ما يتعلق بحديثنا في مجلس الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، ونرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل به وتعليمه، وأن نكون ممن رزق الفقه في الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.